والله شغلنا بالعيد يعني احنا ثاني يوم العيد فتحنا، اول يوم العيد ما مفتح، ثاني يوم العيد فتحنا، الحمد لله صار اقبال وحركه يعني من المواطنين والمطاعم ما منفتحه. اي نعم شغلنا على المطاعم اغلب شيء. نعم رجعنا اليوم يعني هم رجعنا كملنا فتحنا، الطاقم كله نزل يعني العمال كلها نزلت، وان شاء الله مباشر قبل العيد احنا مجهزين هذا كله، الطحين الغاز كلهم حاضرينه، لازم نشتغل نحضر احنا، لان يعني ما نقدر يعني نقف يوم على مود دا يجيني ابو الطحينه وهذه، يعني حضر قبلها بيوم يومين احضر. والله واليوم ما فتحنا برا مطاعم عزي ولا ايام عيد، اليوم الشغلة هي فتحنا بلشنا الحمد لله. والله نبدا بالستة الصبح، والله معاناتنا الغاز والله ما يكفي، يعني انطانا حصة 2000 لتر ما تكفي، يعني ما تكفي مرات نشتغل والله فوق هذا. اي والله اضافه بر ما تكفي 2000 لتر، احنا من الصبح ليله الفرن يشتغل ما يطفى، كان قبل 3000 حصة 2000. بالعيد ما اشتغلنا والله، لا لا استراحة، بس أول نهار العيد اشتغلنا، بس اشتغلنا المطاعم فتحت العالم شوي، العالم قامت تنزل على السوق والحمد لله إن شاء الله باشرت إن شاء الله إن شاء الله. أي عاد ما نعزل إلى عيد الله إن شاء الله، قبل العيد بيومين ثلاث أيام إيه مجهز كامل كامل، طحين خمرة كامل كل شيء كامل عندنا شوي الحمد لله. بعد العالم بعد هاللي حد الآن معيدة العالم عاد تنزل على السوق والحمد لله حركة زينة الحمد لله. والله اشتغلنا بس أول يوم وبليد العيد اشتغلنا ايه، ويومين ارتحنا يومين ايه الحمد لله مجهزين كامل الحمد لله، طحين وغاز كامل كل شيء جاهز. بليد العيد نزلنا غرام كامل 8000 ايه، واحنا شوي شنقتنا كبيره ايه كبيره يعني القرصه ومرتبه، بس اكو عالم يريدون دبل 4000 واحنا نسوي 5000 الحمد لله، فضل من الله عز وجل اقبال خوش اقبال ان شاء الله. والله استراحه السنه كلها نشتغل يومين ما نقعد، تعرف تعبانين احنا عندنا عوائل، نروح نطلع على المنتزه شوي نفطر نرفع عن نفسنا والحمد لله. والله المعوقات الغاز يتاخر كل شهر يتاخر الغاز، والله نطالب يعني كل شهر مثل 30 بالشهر يجي الغاز، 10 بالشهر وعلى ما يجيبون الغاز، يعني 30 وتعد 10 ايام وراء على ما يجيك الغاز.